السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم. البعض يبالغ في نسبة الظلم إلى البعض فيقول لا يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل، أو ولا يترك رحمة الله تنزل، أو يمنع رحمة الله. هذا كلام خطير جدا. من يملك أن يمنع رحمة الله سبحانه وتعالى؟ لا يملكها أحد. فأن تعطي إنسانا هذه المنزلة، هذا كلام خطير جدا. يعني صار إلها مع الله تبارك وتعالى، الله يأمر بالرحمة وهذا يمنعها، من يستطيع ذلك؟ هذا لا يجوز، كلام خطير جدا، لا يجوز أبدا أن يقال مثل هذا الكلام، لا يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل. لا يرحم، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عنده أحد أولاده أحفاده، يعني الحسن أو الحسين، والأشهر أنه الحسن، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم: أتقبلون أولادكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أصنع أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ هذا لا يرحم. لكن كون لا يرحم هذا وارد، أن الإنسان لا يرحم، لأن الإنسان من طبعه الظلم، الإنسان طبعا. وذاك يقول القائل: والظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. فالنفوس تظلم، فكون الإنسان لا يرحم هذا وارد، بل كثير، أعذنا الله وإياكم من ذلك. أما الجملة الثانية وهي ولا يترك رحمة الله تنزل، لا، هذا ليس بيده. والذي يقول عن شخص أنه يمنع رحمة الله فهذا كفر والعياذ بالله، لا يستطيع أن يمنع رحمة الله أحد سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.